السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة الثانوية العامة في درس جديد من دروس مادة الديناميكا، وهناخد مع بعض تكملة دروس الوحدة الثانية وهي حركة جسم على مستوى خشن. بنقول هنا إذا تحرك جسم على مستوى خشن فإن قوة الاحتكاك عندئذ هي قوة الاحتكاك الحركي. يبقى دلوقتي أنا عندي في قوة احتكاك حركي، لأن كان عندي قبل كده قوة احتكاك سكوني في الاستاتيكا، لكن طالما في حركة هنا بنقول عليها قوة احتكاك حركي. فهنا قوة الاحتكاك الحركي لها معامل اسمه معامل الاحتكاك الحركي. فمعامل الاحتكاك الحركي دلوقتي بينشأ في عند الحركة، يعني التاني بيبقى فيه سكوني لأن هو عند السكون، لكن هنا حركي في عند الحركة، فنسميه ميم كاف. وهنتبع نفس الأساليب اللي هي بتاعة قانون نيوتن الثاني، اللي هي هنشوف الحركة في أي اتجاه، دي أهم حاجة عندي. فيكون القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة بتساوي كاف في جيم، أو كتلة في عجلة الحركة نفسها. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف القوة في اتجاه الحركة والعكس اتجاه الحركة. هنعرف الكلام ده كله من خلال أسئلة أو مسائل هنشوفها مع بعض. نشوف أول سؤال كده، بيقول هنا مستوى ماء الخشن طوله 2.5 سنتي وارتفاعه 150 سنتي، وضع عليه جسم في حالة سكون فانزلق إلى أسفل المستوى، كانت عجلة الحركة تساوي 196 سنتيمتر على الثانية تربيع. المطلوب إيجاد أو أوجد معامل الاحتكاك الحركي. يبقى هو هنا عايز معامل الاحتكاك الحركي بتاع الجسم، معامل الاحتكاك الحركي، ثم أوجد سرعة الجسم بعد أن يقطع 200 سنتي على المستوى. يبقى هو عايز يلاقي معامل الاحتكاك الحركي ميم كاف، وبعد كده سرعته بعد ما يمشي 200 سنتي على المستوى. هنا بيقول لي المستوى مائي الخشن. طب نرسم مع بعض الرسمة كده نشوفها. الرسمة اللي عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا هيكون فيها الجسم محطوط على المستوى، وهنا الزاوية اهي زاوية ميل المستوى الخشن على الأفقي، وهو مديني معلومات عن الزاوية ديت. فازاي المعلومات دي؟ بيقول لي ان طوله 250 سنتي وارتفاعه 150 سنتي، يعني المسافة دي كلها اللي هي من هنا لهنا دي طول المستوى 250 سنتي، الارتفاع 150 سنتي. دي المعلومات دي عشان يديني مقابل الزاوية والوتر، يبقى اقدر اجيب الجا والجتا وهكذا. فلما يكون دوت عندك الارتفاع 150 وهنا الطول 250، يبقى انا قدرت اقول المقابل الوتر، يعني لو اختصرتهم على بعض 150 مع 250 يبقى هتبقى كام على كام؟ 3 على 5، يبقى اللي فاضل معايا 4 اللي هو المثلث دوت. اختصرت المثلث عشان اقدر اجيب منه النسبة المثلثية للزاوية اهي، اللي هي جا الزاوية هي 3 على 5 وجتا هي 4 على 5. يبقى كده عرفتهم من خلال المعلومة دي. فانزلق الجسم، يبقى الحركة فين؟ الحركة إلى أسفل المستوى. لما ينزلق الجسم وهو مفيش أي قوة بتأثر عليه، يبقى دلوقتي أنا عندي 3 قوى جاهزين. أول حاجة قوة رد الفعل العمودي على المستوى، بعد كده مركبتي الوزن اللي هي مركبة اللي هي في اتجاه مضاد لرد الفعل العمودي اللي هي كالدلجتا، ومركبة في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى الأسفل اللي هي كاف دال جا. طب دلوقتي نبص هنا، طب المستوى خشن يبقى العكس هيكون فيه مقاومات، والمقاومة هنا هتكون هي الميم كاف ر اللي هي معامل الاحتكاك اللي هي نقول عليه قوة الاحتكاك الحركي، قوة الاحتكاك الحركي ميم كاف ر. طب دلوقتي القوة باتجاه الحركة كاف دال جا والعكس اللي هي ميم كاف ر، يبقى انا دلوقتي عندي معادلتين لازم اطلعهم، اللي هي المعادله الراسيه والمعادله اللي هي المفروض الافقيه يعني بتاعه المستوى، يعني ر بتساوي كاف د الجتا ه، وعندي ميم كاف ر بتساوي كاف د الجا ه، ونتعامل مع المعادلتين مع بعض ونشوف ايه الحل. فبنقول هنا الجسم يتحرك لاسفل بعجله منتظمه، فده معناه ان كاف ج بتساوي كاف د الجا ه ناقص ميم كاف ر. يعني ايه؟ يعني القوة في اتجاه الحركة اللي احنا قلنا عليها اللي هي كاف دال جا من هنا ناقص القوة عكس اتجاه الحركة،
بتساوي كاف في جيم، يعني كاف في جيم اللي هي دي تساوي كاف دال جا ناقص ميم كاف، دي قوة في اتجاه الحركة ودي عكس اتجاه الحركة، بتساوي كاف في جيم اللي هي الكتلة في عجلة الحركة. طيب نكمل بالتعويضات، والمعادلة التانية اللي هي المعادلة الرئيسية اللي هي ر بتساوي كاف دال جتا ه، وشفناها اللي هي الجتا، طبعا هنا الجتا من شكل المثلث اللي عملناه، الجتا بتساوي المجاور على الوتر يعني 4 على 5، فارجع هنا تاني واقول له كاف دال جتا معناها 4 على 5 كاف دال، يبقى ر بتساوي 4 على 5 كاف دال. ناخد ر واطلع بيها على المعادلة اللي قبلها، اشيل ر واعوض فيها، فيكون كاف اللي هو 196، كاف عجلة الحركة اللي هي 196. الكتلة هنا كام؟ الكتلة هنا يعني لما نعوض كده هتلاقي هنا فيها كاف وهنا فيها كاف وهنا برضو فيها كاف، يعني لو شفتها كده كاف في ج بتساوي كاف د ج ه ناقص ميم كاف في 4 على 5 كاف دال اللي هي ر، هتلاقي هنا كاف راحت مع الكاف اللي هنا مع الكاف اللي هنا، بالاختصار مش هتبقى لي غير ج اللي هي 196 بتساوي ج ه اللي هي 3 على 5 في د اللي هي 980. ليه 980 هنا؟ قلنا 980 علشان ده بالسنتيمتر، فإذا كان بالسنتيمتر يبقى هنا عجلة الجاذبية هتبقى 980 سنتيمتر على الثانية تربيع. وبكده يبقى ج هتساوي 3 على 5 في 980 ناقص م كاف اللي هو معامل الإحتكاك الحركي في 4 على 5 في 980، يبقى م كاف هتطلع معانا بنص. يبقى أنا كده جبت له معامل الإحتكاك الحركي. طلب بعد كده إيه؟ طلب سرعة الجسم بعد أن يقطع 200 سنتي على المستوى، يبقى هو مديني مسافة 200 سنتي وهو عايز السرعة، وعندك العجلة موجودة اللي هي 196، يبقى عايز استخدم قانون يجمع ما بين السرعة والعجلة، وطبعا السرعة الابتدائية لأن هو كان موضوع في السرعة الابتدائية بتساوي صفر، يبقى هناخد القانون لعين تربيع بيساوي عين صفر تربيع، عين صفر تربيع هنا في صفر، عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف، وابتدي أعوض فهيكون معايا عين النهائية هتساوي صفر زائد 2 في 196 في 200، المسافة المقطوعة 200 وعين الابتدائية بصفر والعجلة ب196، فتطلع العين تربيع لو جبت الجذر يعني فهتساوي 280 سنتيمتر على الثانية. نشوف تمرين تاني. هنا نشوفه كده، نحاول نرسمه يدوي. جسم كتلته 12 كيلو جرام موضوع على مستوى أفقي خشب، المرة دي مستوى أفقي، معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى بيساوي جذر 3 على 3، يبقى ميم كاف ميم سين يعني مش ميم كاف بيساوي جذر 3 على 3، بينما معامل الاحتكاك الحركي اللي هو ميم كاف بيساوي جذر 3 على 4. احسب القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة، أو عايز الأول القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة، يبقى هو لسه متحركش يعني ده سكوني، ثم أوجد القوة التي تجعله يتحرك فعلا بس بعجلة هو مديها لي، وإذا كانت القوة تميل على الأفق بزاوية قياسها 30 درجة اللي هي القوة بقى اللي هي هتجعله يتحرك بعجلة قدرها 49 جذر 3 على 20 قيمتها 30. طيب يعني كده هنرسم نشوف الجسم محطوط على مستوى أفقي، وزنه كتلته 12، القوة اللي بتؤثر فيه رد الفعل الأعلى، رد الفعل العمودي، وكيف تال اللي هي وزن الجسم. وبعد كده هو بيقول لي
وعمل احتكاك بينه وبين السكوني، بيساوي جاذبية 3/2. وعمل احتكاك، احسب القوة اللي اتجه على الجسم على وشك الحركة. يبقى هو عايز القوة اللي اتجه على الجسم على وشك الحركة وما قاليش هي قوة شكلها ايه. تعالوا بقى نشوف القوة اللي تتجه على الجسم على وشك الحركة، وبعد كده ثم أوجد القوة اللي تجعله إذا كانت القوة دي بتميل على الأفق بزاوية 30. أولا القوة تجعل الجسم على وشك الحركة، تعال نشوف هيحصل معاها إيه. القوة اللي تجعل الجسم على وشك الحركة هيكون عندي هنا المعادلات اللي هي بتقول، لو هنا هقول هحلل طبعا القوة، أنا مش عارف هي القوة، هو قال القوة فقط، فمفترض إن القوة تصنع مع الأفق زاوية، لو كانت أفقية فالزاوية تكون صفر، فالأساس في الموضوع إن هي تصنع زاوية وأنا معرفهاش. لكن هو قال لي إن هي بتعمل زاوية كام؟ زاوية 30. خلاص يبقى هنا قاف جتا 30 وفوق قاف جا 30 جنب رصد الفعل العمودي، هتكون المعادلة ر بتساوي قاف جا 30 أو ر زائد قاف جا 30 بتساوي كاف د. بس هنا كاف د هنسميها إيه؟ هنسميها واو وزن. وزن ليه؟ لأن الجسم ما اتحركش، هو على وشك الإيه؟ الحركة، فمش هحتاج د في حاجة، فأقول ر زائد قاف جا 30 بتساوي واو. بعد كده المعادلة هتساوي لما هودي يعني الناحية التانية، الواو عندي بكام؟ ب 12 ناقص قاف جاي 30، وجاي 30 بنص، يعني ديت عبارة عن نص قاف، تروح الناحية التانية بالسالب، فهتبقى واو ناقص نص قاف يعني 12 ناقص نص قاف برضو بسكر كيلوجرام. دي المعادلة اللي هي الرأسية. طيب نشوف المعادلة الرأسية الأفقية، قاف جتا 30 بتساوي ميم سين ر، واحنا بنشتغل دلوقتي احتكاك سكوني ما هواش حركي لان الجسم على وشك الحركه لم يتحرك، يبقى قاف جتا 30 بتساوي م س ر. نكمل كده نقول قاف جتا 30 بتساوي م س ر، ساعتها هنقول ان الجسم على وشك الحركه، يبقى اذا المعادلتين، في معادله اولى عندي وادي الره موجوده، اخد الره من هنا واحطها مكانها، يبقى هنقول الكلام ده جذر 3 على 2 قاف اللي هي جتا 30 بجذر 3 على 2 بتساوي جذر 3 على 2 في اللي هي ميم سين. الميم سين عندك هو مديها لك بجذر 3 على 2 فوق، بجذر 3 على 2 في ال ر اللي هي 12 ناقص نص قاف. نجمع اللي هو جذر 3 على 2 هتروح، يبقى 3 قاف هتساوي هنا 2 في 12 ب 24، يعني ضربت الاثنين اللي تحت ديت فوق الناحية دي والتلاتة كده، يبقى تلاتة قاف هتساوي 24 اللي هي 2 في 12 ناقص نص في 2 ب1 قاف، يعني هتساوي القاف هتساوي 6 سكر كيلو جرام. يبقى دي القوة اللي اتجه على الجسم على وشك الحركة. كده أنا جبت القوة اللي اتجه على الجسم على وشك الحركة. عايز بقى القوة التانية اللي هي تحرك الجسم بعجلة قدرها 49 جذر 3 على 20، وبرضه القوة بتميل بزاوية 30. يبقى نرجع بقى تاني نروح للرسم تاني ونقول له في الحالة ديت هتحركوا بعجلة، طالما هتحركوا بعجلة يبقى معامل احتكاك حركي، يبقى دلوقتي المعادلات هتختلف، مش هتبقى واو، هتبقى كاف د. فساعتها اقول له ان ر بقى بتساوي، يعني ر مش هتساوي مش واو معانا، لا ر هتبقى معايا في كاف د، يبقى هنا ر بتساوي كاف د، او ر زائد قاف ج 30 بتساوي كاف في د. يبقى ر هتساوي كاف د ناقص قاف ج 30، يبقى ر هتساوي 12 اللي هي كاف في 9.8 الدال ناقص نص الجا 30 في قاف نيوتن. بعد كده هروح اشوف المعادله الثانيه اللي هي المعادله الافقيه، هتقول ايه المعادله الافقيه؟ بتقول كاف في جيم هتساوي القاف جتا 30 ناقص ميم كاف ر، يعني هنا القوه اللي بتاثر يبقى اتجاه الحركه كده، يبقى قاف جتا 30 ناقص ميم كاف ر بقى المره دي مش ميم سين ر، ميم كاف ر، يعني عشان الجسم متحرك. فساعتها هيبقى المعادلة كاف جيم بتساوي قاف جتا 30 ناقص ميم كاف ر. بالتعويض وتظبيط المعادلات طبعا بقيتوا محترفين فيها، اللي هي كاف ب 12 والجيم ب 49 جذر 3 على 20 تساوي قاف في جتا اللي هي جذر 3 على 2 ناقص ميم كاف اللي هي جذر 3 على 4 اللي هو معامل الاحتكاك بقى الحركي، في 12 في 9.8 في نص قاف، ده معامل احتكاك الحركة. طيب نجمع المعادلات، يعني نفتح الأقواس ونجيب القاف مع القاف والحاجات اللي انتم مش شاطرين فيها، فنلاقي نفسنا بنقول 12 في 49 جذر 3 على 20 بتساوي 5 جذر 3 على 8 قاف
ده بعد طبعا ما اضرب جذر 3 على 4 اللي موجودة عندي دي، اضربها في القوس دوت، فتبقى هتديني هنا يعني جذر 3 على 8 قاف، جذر 3 على 8 قاف زائد جذر 3 على 2 قاف، هيدينا مع بعض 5 جذر 3 على 8 قاف ناقص 3 جذر 3 في 9.8، احسب القاف هتطلع 94.8 نيوتن. يبقى دي القوة التانية اللي بتميل بزاوية قياسها 30. يعني هي القوة في الحالتين هي تميل بزاوية قياسها 30، بس واحدة تجعله على وشك الحركة والتانية تجعله يتحرك بعجلة. الفرق بين الاتنين إن على وشك الحركة هستخدم معامل الاحتكاك السكوني، طيب يتحرك بعجلة يبقى هستخدم معامل الاحتكاك الحركي وقانون نيوتن اللي هو قوة اتجاه الحركة ناقص عكس اتجاه الحركة بتساوي كده في جي. ونشوف واحد تاني. المثال التاني ده بيطالب منك 3 طلبات، عايز 3 حالات مختلفة. بيقول لي هنا جسم وزنه فوق كده، جسم وزنه 800 موضوع على مستوى ماء الخشن يميل على الأفق بزاوية قياسها 25، وكان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى أهو 35%، ومعامل الاحتكاك الحركي المرة دي 25%. هو عايز القوة التي تؤثر في اتجاه خط أكبر ميل لأعلى في كل من الحالات الآتية. هو عايز القوة في الحالات الآتية، والقوة دي وصفها إنها بتأثر في خط أكبر ميل لأعلى. أولا قاف أو قوة التي تجعل الجسم يبدأ الحركة، يبدأ الحركة. القوة التي تجعل الجسم يبدأ الحركة هنقول هي نفسها القوة التي تجعله على وشك الحركة. يبقى كده هستخدم إيه؟ يعني لما فهمت إنها هي التي تجعله على وشك الحركة هستخدم معامل الاحتكاك السكوني. هنشوف الرسم. القوة التي تجعله يبدأ الحركة اللي هي القوة دي تعمل لأعلى، يبقى لتحت في ميم سين ر، يبقى كده على وشك الحركة الأعلى اتجاه الحركة أهو، يبقى ميم سين ر لأسفل وكاف جيم كاف دال ج لأسفل. بس هنا ممكن أستخدم الوزن أو كاف دال، مفيش مشكلة. طب يبقى هنا ر بتساوي إيه؟ بتساوي كاف دال جتا اللي هي رد الفعل والقوة المقابلة. يعني هنا في رد الفعل العمودي ومركبة الوزن قصاد بعض، اللي هو بقولها إن ر بتساوي كاف دال جتا في واحدة. بعد كده القوة في الاتجاهات التانية، يبقى قاف بتساوي ميم سين ر زائد كاف دال ج. هنا مفيش جيم يعني هو الجسم لم يتحرك بعد. طيب نعوض، يبقى ميم سين اللي هي 35% في كاف دال جتا بدل ال ر زائد كاف دال ج اللي هي القوة التانية الأخيرة. ساعتها احنا شايفين ان الزاوية هي الزاوية 25، يبقى هو موجود عندي قياس الزاوية، يبقى جتا 25 وجا 25، كده القوة جاهزة. يبقى القوة بتساوي 500 96.86 نيوتن. عايز احولها لسكر كيلو جرام يبقى بقسم على 9.8، وكده جبنا القوة الأولى. تعال نروح نشوف القوة التانية. القوة التي تبقي الجسم متحركا، يعني هي تبقي الجسم متحركا، يعني لا بتزود سرعته ولا بتقلل سرعة، هي تبقيه متحركا فقط. يبقى هي القوة اللي بتحافظ على الحركة، دي معناها بعد بدايتها طبعا، وتكون الحركة عندئذ حركة مالها منتظمة. طب معنى منتظمة ايه هنا؟ ان هنا طالما هي حركة منتظمة يبقى مفيش لا زيادة في السرعة ولا بتقل، يبقى هي السرعة برضه هنا منتظمة، يبقى برضه لسه مفيش عجلة، يبقى نفس الموضوع بس متحرك، نفس القصة اللي فاتت بس متحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني استخدم معامل الاحتكاك الحركي مش السكوني. الأولاني كانت القوة تجعله على وشك الحركة، يبقى إذا أو يبدأ الحركة، يبقى إذا معامل احتكاك سكوني، لكن دلوقتي القوة تجعله فعلا متحرك، يبقى ده معامل احتكاك إيه؟ حركي. ومحافظ على حركته، يبقى مفيش عجلة، يبقى نقول قاف بتساوي ميم اللي هي بقى نفس المعادلات، قاف بتساوي ميم كاف ريه زائد كاف دال جا، وطبعا أنت عارف إن الريه بتساوي كاف دال جتا، بس دلوقتي أنا هستخدم ميم كاف مش ميم سين. يبقى 25% اللي هو ميم كاف في كاف دال جا جتا 25 زائد كاف دال جا 25، فتطلع القوة معاك 591.86 نيوتن. 25% في 800 جتا 25، طبعا بحسب على الآلة، زائد 800 جا 25، الكلام ده هيساوي 519
يبقى ليها مثلا هنعدلها بس كده 519 و35 من 100، يعني هي في الـ500 برضه، يعني ما قلتش، يعني قلت حاجة بسيطة. طيب دلوقتي احنا عرفنا بس أهم حاجة في الموضوع، يعني إيه القوة التي تبقي الجسم متحرك؟ تبقي الجسم متحرك تعني أن ليست هناك عجلة، يعني هي متحرك بنفس الكيفية، منتظمة، حركة منتظمة. طيب يبدأ الجسم بها الحركة، هي نفس القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة، يعني هناك احتكاك سكوني وهنا احتكاك حركة. طب تعالوا نشوف الطلب الثالث، القوة التي تمنع الجسم من الانزلاق، تمنعه من الانزلاق. كلمة تمنعه من الانزلاق يعني هو كان هيقع بس هي منعته، يعني لو قلت القوة دي شوية هتلاقي إن الجسم بينزلق. يبقى الجسم على وشك الحركة هنا الأسفل، مش كده؟ يبقى طالما الجسم على وشك الحركة الأسفل يبقى بنقول إن ميم س ر بقى، لأنه لم يتحركه على وشك الحركة الأسفل، فميم س ر هتكون ليه أعلى؟ ليه؟ لأن دايما ميم س ر هتكون، ميم س يعني قوة الاحتكاك هتكون عكس وشك الحركة، وشك الحركة هنا الأسفل، يبقى نقول ر بتساوي كام درجة عادي، وقاف بتساوي ميم س ر بقى ميم س، لأن هنا تمنع الجسم من الانزلاق، بتساوي ميم س ر بتساوي كاف د ج ه. بالتعويضات يبقى قاف هتساوي 800 ج 25 ناقص 35 من 100، ده معمول احتكاك سكوني، في 800 جتا 25 اللي هي كاف ميم س في ر. طيب يبقى القاف هتساوي 84.33 من 100 نيوتن. نشوف بعض التمارين، بعض التمارين على الأمثلة اللي احنا خدناها برضو نحلها كده مع بعض ونشوف الدنيا ماشية ازاي. في التمرين الأولاني هو بيقول لي في كل من الأشكال الآتية جسم كتلته 5 كيلوغرام، الجسم ده موضوع على مستوى أفقي خشن في التلاتة، معامل الاحتكاك الحركي بينه وبين الجسم اسمه ميم كاف. هو عايز يحسب بقى ميم كاف في كل حالة من الحالات اللي قدامه ديت، وبيقول لي إن ح هي قوة الاحتكاك الحركي، يعني ح اللي في الموجودة في الرسم هي دي قوة الاحتكاك الإيه؟ الحركي، مش اللي هي الح ديت، يعني دي قوة الاحتكاك الحركي. طب نشوف الرسمة الأولانية، في الرسمة الأولاني بيقول لي أدي القوة 24 نيوتن، الناحية التانية ح قوة احتكاك حركي فوق، وبيديني هنا عجلة بتساوي 2 متر على الثانية تربيع. طب القوة اللي بتأثر إيه؟ قلنا قوة رد الفعل العمودي وقوة وزن الجسم اللي هي كاف د اللي هي 5 د، 5 دي اللي هي كتلته في د. طب دلوقتي تبقى معادلتك إيه هي؟ هنا في حركة، يبقى بنقول معادلتك هي ارتجاع الحركة بالسهم، هو مديهولك أهو، يبقى ساعتها هنقول إن قاف ناقص ميم كاف ر بتساوي كاف في ج، ودي الحركة الأولانية. طيب نعوض كده تعويض عادي، قاف بكام؟ ب24، ودي نيوتن عوض عادي، ناقص ر بكام؟ ر قدامي اهي بخمسة د، يعني أقول ميم كاف بخمسة في د اللي هي 9.8 عشان ده بالكيلوجرام والمتر، فنقول يساوي كاف اللي هي 5 في ج اللي هي في 2. نحسب الحسبة عشان نجيب ميم كاف، يبقى ميم كاف هتساوي 2/7. تمام، نشوف الرسمة التانية. هنا بيقول لي 30 نيوتن والعجلة اختلفت، ومجرد تدريب برضو لأن احنا نقدر نجيب الايه معامل الاحتكاك الحركي، بنقول هنا قاف برضو هي نفس المعادلة ناقص ميم كاف ر بتساوي كاف في جيم، قاف المرة دي 30 ناقص ميم كاف في الر بقى المرة دي بخمسة في هي 5.9 في ميم كاف، مظبوط كده 5.9 يبقى تساوي 5 اللي هي الكتلة، بس اختلفت دلوقتي 1.1 اللي هي العجلة، نحسب الميم كاف هتطلع بنص. آخر واحدة بنقول إن هو اختلف بقى، بس هنا في حاجة زيادة، إن هو مديني هنا
قوة تانية 29 نيوتن تعمل لأعلى مع ر، يبقى كده ر زائد 29 في 9.8، لا ده نيوتن 29 بس، لأن أنا مش هستخدم، مش هحول، هي أصلا كده كده نيوتن، فهحولها ليه؟ هنسيبها نيوتن زي ما هي. بتساوي 5.9، يبقى الري هتساوي 5.9 ناقص 29، وبعد كده اخد المعادلة الأفقية اللي هي 10 ناقص ميم كاف في ري اللي هي زي ما انت شايفها قدامي كده، لو حسبتها الأول عشان ايه متضايقناش، هتطلع 20 نيوتن. يبقى أقول في 20 بتساوي كاف في جيم اللي هي الكاف بـ5، والجيم المرة دي بـ1، جيم بـ1 متر على الثانية تربيع، يبقى في 1، يبقى ساعتها أقدر أحسب ميم كاف هتساوي 1/4 أو ربع. نشوف تمرين تاني. التمرين التاني هنا بيقول لي يراد سحب جسم كتلته 1 طن على مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها ه. كتلة الجسم هنا 1 طن، يبقى لازم تتحول لكيلو جرام. يميل على الأفقي بزاوية قياسها ه حيث ظا ه. كلمة ظا ه ديت يبقى عشان أساعد نفسي أروح جاي عامل مثلث وأسمي الزاوية ه، وأقول إن الظا عبارة عن 3/4، يبقى الوتر 5، يبقى أنا كده عرفت إن جا ه هتساوي 3/5، وجتا ه هتساوي 4/5 عشان لما أحتاجهم أخدهم. طيب تعال نشوف هو عايز يقول إيه هنا. بواسطة قوة، يعني دلوقتي يراد سحب جسم كتلته 1 طن على مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية ظلها بواسطة قوة. القوة هنا هو وصفها لي توازي المستوى في خط أكبر ميل لأعلى. أوجد معامل الاحتكاك. طب تعالوا كده نرسم رسم تخطيطي للموضوع. ده المستوى المائل، هنا المستوى الأفقي، دي الزاوية ه، هنا الجسم موضوع فوق على المستوى وتؤثر عليه قوة رد الفعل عمودية على المستوى، مركبة الوزن الأسفل كاف دال جا جتا ه، كاف دال جتا ه، ومركبة الوزن في اتجاه خط أكبر ميل المستوى الأسفل كاف دال جا ه، وبيوصف لي القوة بيقول لي هي موازية للمستوى الأعلى، يبقى دي القوة اللي هو بيتكلم عليها. عايز معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى، يبقى هو عايز ميم كاف، معرفوش، هو ده النقطة. تعالوا نقول اتجاه الحركة، القوة عايزة تسحب الجسم لأعلى، يبقى اتجاه الحركة الأعلى. يبقى في الحالة ديت هنقول المعادلات بتاعتنا إن ر بتساوي كاف د جتا ه، دي القوة العمودية، وبعد كده المعادلة التانية إن قاف، طب هو الحركة الأعلى يبقى في هنا تحت مين؟ تحت هنا في مين كاف؟ ر، يبقى أقول له إذن قاف ناقص ميم كاف ر ناقص كمان كاف دال جاه، لأن دي قوة في اتجاه في عكس الحركة يمين كاف ر وكاف دال جاه بتساوي كاف في ج. لا ده هو كمان مديني هنا أقل قوة أصلا، صح، مديني هنا أقل قوة تحرك الجسم على المستوى، مقدارها 1400، ما خدناش بالنا من ديت، معلش، هنا أقل قوة تحرك الجسم على المستوى ديت ليها معنى طبعا، أقل قوة تجعل الجسم يتحرك على المستوى. يبقى في الحالة ديت قلنا إن أقل قوة تحركه أو تبقيه متحرك هي تجعل الحركة منتظمة. يبقى هنا خلي بالك تاني، هو بيقول لي إن كانت أقل قوة تحرك الجسم على المستوى مقدارها 1400، يبقى دي
اقل قوه تحرك الجسم على المستوى. خلي بالك من الالفاظ والالغاز اللي موجوده. طيب لما دلوقتي دي تعني ان الحركه منتظمه او بيتحرك بسرعه منتظمه، يبقى ساعتها هنقول ان تساوي صفر لان عدم وجود العجله. يبقى القوه اقل قوه هنا عندي هي كام؟ 1400، وهو مديها لي بالسكر كيلو جرام، يبقى لازم اضربها في 9.8 ناقص ميم كاف المطلوبه في ر، وريها قدامك اللي هي في كاف دال، كاف اللي هي 1 طن يعني 1000 كيلو، في دال في 9.8 في جتا الزاوية 4/5 ناقص كاف دال اللي هي 1000 في 9.8 في 3/5، كل ده بيساوي صفر. وخلي بالك تاني، أقل قوة تحرك الجسم على المستوى هي التي تجعله يتحرك بعجلة أو بسرعة منتظمة. يبقى كده هقدر أحسب الميم كاف، هودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، كله يروح الناحية التانية بعكس الإشارة، وبعد كده نقسم على اللي قدام الكاف اللي هي 1089 في 4/5، نقول له ميم كاف هتساوي 1000 في 9.8 في 3/5 ديت، تروح دي الناحية التانية بالسالب، يبقى ناقص 1400 في 9.8 على 1400 في 9.8 على 1000 في 9.8 4/5، وهنا دي إشارة سالبة، يبقى الميم كاف هتساوي 1. يبقى الميم كاف 1. تمام، نشوف سؤال بعده اللي هو السؤال رقم 3. يقول هنا جسم يتحرك، جسم كتلته 2 كيلو جرام موضوع على مستوى أفقي خشن، معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى نص، أوجد القوة الأفقية التي أوجد القوة الأفقية التي تجعل الجسم على يتحرك بعجلة منتظمة ج. يبقى هو عايز القوة الأفقية التي تجعل الجسم يتحرك بعجلة منتظمة ج، هو موضوع على مستوى أفقي خشن. يبقى على طول هرسم المستوى وأحط الجسم على المستوى، وأقول إن القوة المؤثرة فيه هو على المستوى الأفقي فوق رد الفعل العمودي ر، والتحت كاف في دال، الكاف عندك باتنين ودال طبعا 9.8. أوجد القوة الأفقية، يبقى هنا بهتم جدا بنوع القوة، يبقى قاف التي تجعله يتحرك، يبقى فعلا بيتحرك وهو خشن، يبقى فيه هنا ميم كاف ر، وابتدي أعمل معادلاتي. أولا مديني ألف لما يكون عندي العجلة بخمسة، يبقى نقول نمرة ألف ديت لما يكون العجلة بخمسة، يبقى احنا هنقول إن قاف ناقص ميم كاف ر بيساوي كاف في ج، يعني قاف اللي هي مطلوبة ناقص، وطبعا ر بتساوي 2 في 9.8، فهنقول ناقص م كاف في 2 في 9.8 بتساوي كاف اللي هي 2 في العجلة المطلوبة رقم أ اللي هي 5. معامل الاحتكاك عندك بنص، يبقى ممكن تودي ده كله الناحية التانية، يبقى قاف هتساوي 2 في 5 زائد نص في 2 في 9.8، فتطلع القوة بتاعتنا 19.8 نيوتن. الحالة التانية ب،
بيقول لي لما تكون ج بواحد يبقى برضو ممكن اخدها هنا على طول واحط ال ج بواحد، يبقى ق هتساوي 2 في 1 بقى بدل 5 زائد نص في 2 في 9.8، هتطلع معانا القوة ب11.8 نيوتن. دي رقم 3. نشوف كده السؤال الرابع. جسم وزنه 10 سم لكيلو جرام موضوع على مستوى أفقي خشن، أثرت عليه قوة أفقية قدرها 37 نيوتن، وحركته على المستوى الأفقي بعجلة منتظمة قدرها 5/4 متر على الثانية تربيع. عجلة مش سرعة، عجلة منتظمة. الجسم موضوع على مستوى أفقي، وهنا فوق رد الفعل العمودي، وكمان أثرت عليه قوة أفقية، يبقى هنا قاف 37 نيوتن، وحركته على المستوى الأفقي بعجلة منتظمة قدرها، يبقى ج هتساوي 5/4 م/الثانية تربيع. عايز معامل الاحتكاك الحركي، يبقى هو عايز م ك بيساوي معرفش، يبقى بين الجسم والمستوى تحت م تحت ك د ك اللي هي 10، يبقى 10 في 9.8 قلنا عشان احنا شغالين بسوق الكيلوجرام، فلو حركته كده هيبقى عندي ده م ك ر، يبقى عندي معادلتين. المعادلة الأولى إن ق ناقص م ك ر بتساوي ك في ج، والمعادلة التانية إن ر بتساوي ك في د. فمعنى كده إن ر هتساوي 10 في 9.8. أروح معوض هنا في القاف، يبقى قاف هنا ناقص م ك، م اللي هي معرفهاش، م ك معمل احتكاك في ر اللي هي في 10 في 9.8 بتساوي ك اللي هي 10 في 5/4. كده يبقى ق هتساوي 10 في 5/4 زائد م، أو ق هي موجودة ولا إيه؟ ق في 37، فقلنا ق هتساوي 37، يبقى نكتب هنا 37 بتساوي 10 في 5/4 زائد م ك في 10 في 9.8، يبقى ميم كاف هتساوي 37 ناقص 10 5/4 على 10 في 9.8، يبقى ميم كاف هتطلع معانا ربع. نشوف السؤال الخامس. جسم كتلته 2 كيلو جرام موضوع على مستوى ماء الخشن، يميل على الأفق بزاوية قياسها 30. زاوية قياسها 30 هنرسم عادي. زاوية 30 وادي الجسم الموضوع. بيقول لي جسم كتلته، يبقى انا هقول هنا في ر وفي هنا ك د ج 30، وهنا ك د ج 30. ايه اللي حصل له؟ اثرت عليه قوه افقيه. المره دي القوه يا جماعه افقيه، افقيه يعني توازي المستوى ده، مقدارها 20. معنى كده ان القوه دي هتتحلل في الاتجاهين، لو اتجاه خط اكبر ميل طبعا الزاويه دي هتبقى بتساوي الزاوية دي بالتناظر، يعني دي 30، يبقى حل القوة 20 دي على 30، يبقى 20 جتا 30، وفي هنا مع الكاف دال هتبقى في 20 جتا 30. يبقى هنا هتختلف المعادلات. طب هو بيتحرك الجسم بسرعة منتظمة، وتحرك الجسم بسرعة منتظمة، خلي بالك من الكلمة دي، أوجد معامل احتكاك الحركي. كلمة تحرك الجسم بسرعة منتظمة تعني أن العجلة بتساوي صفر، يبقى هتخلي بالك إن مفيش عندك كاف في جيم، بس معادلاتك إن ر هتساوي ك د ج 30 زائد 20 ج 30، يعني ال ر هتساوي 2 في 9.8 في جذر 3/2 زائد 20 في نص. يبقى هنا ال ر هتساوي لو حسبناها هتبقى 9.8 جذر 3 زائد 10، يبقى ديت ال ر
بتطلع بالايه؟ بالنيوتن. دي 10 مش 100. طيب تعال نشوف المعادلة التانية اللي هي 20 جتا، اللي هي القوة بقى 20 جتا 30 هتساوي كاف د ج 30 زائد ميم كاف ر، وقلنا هنا مفيش جيم لأن السرعة منتظمة، على حسب برضو قانون نيوتن الأول داخل في الموضوع. يبقى هنا 20 جتا 30 يعني 10 جذر 3 هتساوي كاف د اللي هي 2 بتسعة وتمانية من عشرة في ج 30 اللي هي بنص زائد ميم كاف في ر، ميم كاف في ر اللي هي ر اللي هي 9.8 جذر 3 زائد 10، ونحسب الميم كاف فتطلع معانا 28. ميم كاف ليها هتطلع 28 من 100. ونيجي لآخر تمرين معانا، بنقول فيه بينزلق جسم على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية 45، يبقى هو بينزلق بيميل على المستوى نفسه بيميل على الأفق بزاوية 45، والجسم بينزلق. إذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى بيساوي 3/4، يعني ميم كاف بيساوي 3/4. أثبت المرة دي ده سؤال، أثبت أن الزمن الذي يقطع فيه الجسم أي مسافة، فهنا عايزين نثبت أن الجسم الزمن اللي هيقطع فيه الجسم أي مسافة على مستوى الخشن تساوي ضعف الزمن لو كان المستوى أملس، لو كان المستوى أملس، وفرض أن الجسم بدأ الانزلاق من السكون في الحالتين. طيب تعالوا نشوف كده، يبقى لو كان هنا ر في الحالتين ثابتة، يبقى أنا بقول هنا إن ر رد فعل العمودي بيساوي كاف في د جتا 45، يعني هقول لك إن ر هتساوي كاف د جتا 45، يعني ثابتة في الحالتين. تعال نشوف كده، إذا كان المستوى خشن يبقى هنا المستوى خشن، ساعة ما يكون المستوى خشن يبقى كاف د جاهي ناقص 3/4 اللي هو معامل الاحتكاك الحركي في ر اللي هي في كاف د ج ه بيساوي كاف في جيم، لأن كده مفيش أي قوة، هي قوة كاف د ج هي دي اللي في اتجاه الحركة فينا د، والتاني عكس اتجاه الحركة، نشطب الكاف هنا مع الكاف هنا مع كاف دي، فيكون عندي د ج ه اللي هي ج ه اللي هي ج 45 هتبقى نص ج 1 على جذر 2 د ناقص 3/4 في د ج برضو 1 على جذر 2 د اللي هي ج 45 هتساوي العجلة ج. يبقى هنا عرفت ان ج في الحالة دي بتساوي جذر 2 على 8 د، ان المعادلة اللي قدامي ج بتساوي جذر 2 على 8 د، هضرب 3/4 في 1 على جذر 2 واخلصها مع الدال اللي هنا، فيطلع معاك جذر، اجمع دول يعني 1 على جذر 2 ناقص جذر 3/4 في 1 على جذر 2، حط جنبهم دال دي هتبقى قيمة الجيم. طيب معنى كده ان انا عندي قانون هنا، قانون بيقول لي ان في مسافة بقى، وبيكلمني عن مسافة، فنشوف المسافة على المستوى الخشن هتساوي ايه، فين بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، يعني هتساوي نص في جذر 2 على 8 د نون تربيع. وبكده انا قدرت اعرف ان فيه الاولانية هتساوي جذر 2 على 16 نون تربيع، ونقول دي رقم 1. تعال بقى نشوف لو كان المستوى أملس، هو عايز يثبت إن المسافة إن الزمن هيكون الضعف. طيب لما يكون المستوى أملس يبقى ما عندكش
وعامل احتكاك. يبقى اذا كاف د ج ه بتساوي كاف في جيم على طول، بس المره دي جيم ايه؟ جيم شرطه لاختلاف المستوى واختلاف عجله الحركه. تمام، الكاف هتروح مع الكاف، يبقى القصه عندك ان جيم شرطه هنا هتساوي 1/2 اللي هي ج ه في د. تعال نجيب المسافه، يبقى فيها هتساوي نفس الكلام نص جيم شرطة نون تربيع، يبقى نص جيم شرطة نون تربيع يعني هتساوي نص جيم شرطة اللي هي في 1/2 د في نون تربيع، يبقى الف هتساوي كام كده هنا؟ تبقى ايوه دي خليها رقم مثلا 2. بص الواحد وبص الاتنين كده، دي جذر 2/16، لكن انت لو ظبطت ديت اللي هي 1/2 جذر 2 هتبقى بإيه؟ 1/2 جذر 2 هتساوي جذر 2/4. طيب تعالوا نقسم، دي جذر 2/4، هي دي جذر 2/4 نون تربيع. تعالوا نعمل العلاقة بين فيه واحد وفيه اتنين، فلو قلنا فيه واحد على فيه اتنين هتساوي كام على كام؟ نقسم الزمنين على بعض كده، هتبقى هنا جذر 2، طالما هي نفس المسافة يعني، يبقى نقدر إن احنا نقول نون 1 تربيع على نون 2 تربيع هتساوي، قسمنا قيمة 2 1 على قيمة 2 2 هتطلع معانا 2 اللي هي 4/1، يبقى نون 1 تربيع على نون 2 تربيع 4/1، إذا نون 1/2 بتساوي 2/1، إذا نون 1 بتساوي 2 نون 2، يبقى ضعف الزمن الأول ضعف الزمن اللي هو لو كان على المستوى الأملس. وبكده نقدر نكون وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة، وإن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم يوم الأحد في نفس الميعاد، مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني.